خد الجردة ديال المرجان. أحلى جردة. هانوما الجردة ديال المرجان. واخا الجردة مبلعة الناس دايرة كراسة جالسين. واخا الجردة مبلعة هذه الجردة ديال المرجان راه مسدودة، ولكن الناس عايشة الحياة. الناس كتدور تلقى خلق الجو، الناس واخا العاقة ما كايناش دعوة طيبة، الناس خلق الجو. هانجي تحياتي للجميع. ها شنو؟ واه الدعوة باردة. واه لا صح، ما عندناش حتى نجيو الطونوبيل ونجيو نكلسو لها شي حشية صافي. الناس خلق الجو، اللي ما عندهمش هذا ما دارين. تلقى الانسان بسيط ما عندوش، الحمد لله عندنا الله، ولكن كيخلق السعاده لراسو بدون مال بدون اي حاجه. السعاده ما كتجي لا بمال لا بوالو، السعاده كتجي حاجه بسيطه، والناس كيخلق السعاده لراسو. نوليو على طريقنا. غادي نوليو انتورني، ها هو مرجان هنايا. شوفوا الحديقة تبارك الله قداش. نخليكم تعيشوا مع هذا المنظر. يلا بدون إحراج، رشيد الوجدي 48. من طريق الحدادة هنا طريق رياض إيسلي. ها سيدي يحيى، سيدي يحيى وسيدي معافى اللي هم فاصلين. ها الجهة ديال الجهة ديال الجولف، والجهة ديال كسميتها سي جي اي، هما اللي كيبانو لهيه. حنا دابا غاديين مع هاد الطريق هادي كتخرجك رياض إيسلي. هاد الأحياء جديدة، هاد رياض إيسلي زوينة. هانتوما الفيلا غير في خالة. واخا الأحياء الشعبية زينة، ولكن أخويا ما كانش بحال الهدوء. ما مسكونين ما والو هادو. هانتوما الطحطاحانة. الخلاء ما أدراك من الخلاء. أشوف شنقريحة وطبون، أشوف المغرب. شوف زعما واش دا شي حاجة العالم.
هانتوما كانت تمشاو دابا 9 د الليل وما كانش اللي كيدوي معاك، خاطي المشاكل خاطي كلش. رياض إيسلي واحد البلاصه اللي فدايزين عليها هذا السور، هذا هنا فين كيديروا هذاك الخيل ديال السباق ديال لاكورس ديال السباق اللي كيتباعوا هنا، كيربيوا الخياله الواعره هنا كيروضوه ترويض الخياله، هذا المقر كامل ديال ترويض الخياله. ها وصلنا الرياض إيسلي، وصلنا الرياض إيسلي. ها رحنا هاد الجهه كتخرج في الجولف، ضرف 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 ضرف.